نزل اشرب مي من النبع. يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انتوا عم تشوفوا بداية اليوم، ما بتتخيلوا مدى سعادتي اليوم ان نزلنا على الوادي. كتير انبسطت هذيك السنة بس كنا ننزل مع النفسان على الوادي، والسنة الحمد لله رجعنا ونزلنا. اليوم نزلين لحتى نعمل الزعتر، زعتر الزوبع. يا الله هذا زعتر البلد، الزوبعات من هون من الوادي والسماقات من شجرات الوادي، فما بحكي لكم رح ناكل زعتر. هذا شيء من ريحه الطبيعه، ريحه الزوبع. عن جد كثير في زوبع هون وريحه الطبيعه. فرايحة انا على النبع. اذا بحكي لكم المي، انا بعرف المي ثلج، يعني صحيح ما في كهرباء بس هيدي كانها طالعه من الفريزر. هيدي لحظه لفرجيك شغله. هيك هالورقه كأنه قلب، بس قلب مسود. لا هذا قلب احمر. قلب احمر مني. فيلا هلا رح تيجي ام حسين ورح نشوف كيف بدنا نعمل الزعتر. لك الأمانية هيدي عرقت. عملها هيك باصبعتك؟ كثير قلقانة. لو ازاز او بريق ازاز كانت شغلة. صحتين، الف عافية. شربت الف صحة، هات لاشرب. الحمد لله. يا ريت لو فيني اسقيكم كلكم من هالميات، هي انظف مي ممكن تشربوها بكل الدنيا. بسم الله. ليكو هيدي شو نضيفة. جايب معه هيدي اللقاطة، فرجينا اياها. يا هيدي كرمال يلم الزبالات. عن جد في ناس بتيجي بتكب زباله بهالطبيعه الحلوه، كيف لهم قلب؟ هلا بنجمعهم هون بنحرقهم. هلا نحن بنجمعهم بنتخلص منهم. شايفين هي الشغله اللي جايبها هيدي كيف هي؟ هيدي فرجيني. على فكره بيسهل الشغل فيها. انا رايحه لعند ام حسين تنشوف ام حسين وين هي. شايفين هالاكياس؟ هي كلها هلا رح يلمها هيدي. هلا نشوف ام حسين. ام حسين وينك؟ لك ويني ام حسين؟ عم تشعل حطب. يا الله هون هالمنطقه كيف ما تمشوا يا نبيع. لك الله ريته يسعد لي كل اوقاتك. بكل خير وبكل صحة وبكل عافية انت والمشاهدين وكل المشاهدين. حبيبة قلبي ليكو ام حسين شو عم تعمل هون؟ شعلت حطب وحطت المقلية. بدي حمص السمسم والزوع والزعتر. يا سلام، تخيلوا هلا تحميص السمسم وزعتر الزوبع بهالجو الحلو. النور اول ما بتشعلي حبي حبي بتحيه مثل ورد الزرق. كيف ام حسين؟ اول ما بتشعلي النور بتحطي له وحده 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 مثل ما بتلحقي ورد الزرق بتروعيه. اها بس تشعل حطي له بدك اياه، ما بقى تسأل. يعني بالاول لازم نديرها ونسيرها مسيره مثل ورد الزرق لانه دغري بتطفي. مثل الولد الصغير. وبعدين بنحط اللي بدنا اياه. بدك اياه قولي بتقول لك هاتي له. الله قومت لشي. شو عم بتشيلي يا ام حسين من قلبها؟ وبره صغيره. وبره او قطعه خشبه؟ قطعه خشبه صغيره. بسم الله. جايبين معنا نحن طبعا كل عده الزعتر. هذا السمسم بيجي ناي تبارك الرحمن، نص لوحده مشان ياخذوا. لك والله اشتقنا للضيعة، لشغل الحطب، للوادي، للجرد. لك لأم حسين حبيبة القلب، أهم شيء اشتقنا لأم حسين. والله ونحن بالأكل حبيبتي. الحمد لله رب العالمين. إنسان ما بيمشي لحتى الله يمشي. نعم. وأنا ذكرت بأول فيديو يلي ما حضروه أنه يا ليلى ليه ما كنتي تطلعي على الضيعة ولا تأخرتي؟ لأنه هيدي كان عنده شغل يعني. ف صح حكم شغله ما بنقدر نتركه نطلع ساعة اللي بدنا. الله الله حجابك دخيلك يا عم حسين. السمسم دغري بيتحمص.
لك صوت مودو، مودو مكيف مكيف يا ام حسين، طاير عقله. كل كبير وصغير بينبسط فيه، انتي ما بتنبسطي بالطبيعة، والصغير نفس الشيء، الكبير والصغير بينبسط بالطبيعة. انا بس اجي لهون نفسيتي بترتاح، بالريح الريح وحياة الله. بس اجي خاصة على الوادي، اذا بتعرفي ام حسين انا اذا بخيروني عن جد مزبوط اجي اكثر منطقة بحبها بالضيعة هي الوادي، اكثر من الجرد، اكثر من اي محل ثاني. فيها مي وفيها شجر، ايش صحيح الشجر والخضار، اهم شيء المي والينابيع. بتحسوا الجرد هيك صايرة مثل الصحراء، حفرة نفرة. ما شاء الله دغري تحمصوا، ما اخذوا وقت. يا عمري وانا بحبك يا عمري. شوفوا مودو كتر ماما مبسوط، بيروح بيجي بيقول لي ماما انا بحبك، بقول له قول لي بحبك، بيقول لي بحبك. خلص بيعبر على كيفه وعلى ذوقه. يا عمري ما شاء الله. خلص هلا فينا نقول تقريبا كفايتهم، هلا بنحطهم بالجاط بنجيب الحصه الثانيه وبنحط الوجبه الثانيه. أم حسين نعم يا قلبي. خلاص ما بقى نعمل أكل عندك بالبيت، خلاص كله بالوادي، قرار فرمان ونزل نهائي، خلاص نهائي. دخيل الله يلي بيشتغل هون بيروح بيشتغل بالبيوت بالبيت وبالمطبخ، تربيانين من البيت والمطبخ عن جد. شفتين كيف أخذوا لون على بدون نور؟ شايفين هذا اللون اللي بدنا إياه، مقلي حامية يعني بياخذوا نور على الطبيعة، من حوية المقلى بياخذوا اللون. صح بيكملوا احمرار. صحيح. عطيتك ورده. ليك عم بيقول لي ماما انا بحبك، انا عطيتك ورده، ريتك تقبرني يا ماما. لا ما بكبها، تخيل اني كبها. من ايد مودي بقى تكبها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. ليكوا حتى نحن ما بنجيب معنا نزاله من البيت بالكرتونه. نزاله في قد ما الطبيعه. قد ما بدكم في كراتين. والله عندي نزالات خير، الله بس سبحان الله ما بحب. لا بتحسوا بالطبيعه، خلص من الطبيعه. خلص بالطبيعه على الطبيعه. هلا بتحسي بطعمة الطبيعة ونكهة الطبيعة. اي والله. هاي الحصة الثانية. نحن اليوم عاملين كيلو سمسم لنص كيلو زعتر أم حسين؟ ايه نص كيلو زعتر، نص كيلو زوبعة، نص كيلو سميد. في ناس كتير بيقولوا يا أم حسين لما بتجيبي نزالة معك؟ أنا هيدي طبيعتي، خلص اللي بلاقي قدامي بنزل فيه، إذا بدنا نجيب النزالة خالصة والهيدي خالصة ما كان نجينا على الطبيعة، بنحب بنألف من الطبيعة على الطبيعة. لك يسلم تمك، وأنا رأيي من رأيك. وهيدا هو. لا تخيل نجيب المسكة السيليكون. لا. ونجيب الكفوف السيليكون. عندي والله نزالات الحمد لله بكل أشكالها. ما شاء الله، الله يزيد، الله يزيد ويبارك. خلينا بالطبيعة على الطبيعة. صح نحن هيك بنحب، إنه خلص، أصلاً أحياناً بنكون نسينا هيدي ملعقة الخشب. بتجيب عودة، طبعا العودة تكون نظيفة من شجرة بتحرك فيها أم حسين. إذا نسينا السيفي والليفي بنخترع. إذا نسينا السيفي صحيح، كنت تجيب أعشاب وحشايش ما بعرف من هنيك من حد النهر، بيجوا قاسيين شوي بتسيف فيهم. ما بنوقف عشيب، لا ما بيوقف عنا شيء، شو بننساه ما بتفرق معنا عودة. بخير ربك يا أم حسين. وهي السمسمات خلصوا. خلصوا هلا دور شو؟ دور شو هلا؟ الزوبعات والزعتر. تقرب لكم لتشوفوا الزوبع يلي عملته ام حسين كيف. هذا الزوبع ام حسين بتقطفه من هون من الوادي. منحشه ايه بتورقه بتيبسه بالفيه تيضل محافظ على هذا اللون الاخضر. هذا اللون الاخضر شايفين؟ سبحان الله. وشو يا ام حسين؟ وهذا هو. وهذا هو. هلا بس يتحمصوا شوي، هلا حقول لكم قد ايه بياخذ وقت. بالنسبة للسمسم انتم لحالكم نظريا بس توصل حرقوني سخنين. بس يوصلوا لهذا اللون وقفوا. وهلا الزوبع رح اقول لكم قد ايه اخذ وقت. ما بده خمس دقايق، ما بده هي التقليبتين على النار. ايه يا دوب خمس دقايق يا دوب، وشايفين النار تحته جمر. يعني انتوا اكيد رح تشتغلوا على الغاز، فخلوا النار تحته الشمعة. بطيئة بطيئة مشان ما يحترق. لأنه هو أعشاب كأنكم عم بتحمصوا نعنع يابس. أيوة. هيدي العودي هون.
هاجر اوز بليس. هلا شعلت النور، الله يجيرنا منها يا رب. امين. دخلك ام حسين صار لهم 5 دقائق فينا نقول تقريبا، لنا 5 دقائق حتى تمام. ليكو حتى لونه غير. اي لك اكيد بده يغير لونه، اذا ما غير لونه ما عمل. راجعوا الفيديو لاول ما حطيناهن على النار، شوفوا كيف كان لونه وشوفوا هلا كيف صار لونه. هذا بس يتحمص ونفيد من الريحه. الريحه ريحه ال ريحه الزوبع كتير حلوة. قرعت الأجرس. وهذا الزعتر آخر شيء. هذا الزعتر الشو؟ هذا نوع تاني من الزعتر. تخلطه أم حسين مع زعتر الزوبع. طب أم حسين سؤال. لو بدنا نعمله بس زعتر زوبع. زعتر زوبع ما بيطلع طيب. ما بيطلع طيب. هيدا بيعطي نكهة وهيدا نكهة، كل واحد نكهته مختلفة عن الثاني. اها ضروري نخلط مع بعضهم بيصيروا نكهة متوادومين مع بعض وطيبة كثير. شايفين الألوان كيف بتفرق؟ ضروري نخلط. هيدا زعتر للي ما بيعرفوا بيطلع بالجبال. هيدا؟ ايه جم الزعتر غير جم الزوبع، هيدا زوبع وهيدا زعتر. هيدا زوبع وهيدا زعتر. هيدا بيبقى عرق صغير وإذا بدهم في منه بيلاقوه بالأسواق، وحتى في ناس بيزرعوا زروع بس منه هيدا؟ هداك هذا بنجيبه برا. يعني يلي بده يسال عنه بالسوق لهيدا الزعتر اللي هلا عم نحمصه اسمه عروق الزعتر. زعتر زعتر. ايه منه زوبيا وهذا اسمه زوبع. صحيح. تمام. بنضل منحمصه كمان قد ايه؟ كمان 5 دقائق تقريبا. هيك بده نار شوي قويه. أيه. اقوى من السمسم. ايه منشان ما يحترق ويشعط معنا، لا بنقوي له النار ولا بنخفف. ايه عدل على العدل. على العدل. العدل اساس الملك. لحد هالاساس فتنا فتنا بالحقوق هلا. الحقوق الواجبات. هون مودو. لك مودو لك مودو شالح صباطه بيطلع على الوحل. شو عم تعملوا هيك بالوحلات يا ماما؟ يلا عيشوا حياتكم ما بيأثر، عيشوا طفولتكم. حتى هم بيردوا. لك مودو بيروحوا على المي بيغسلوا. لك شيء طرفك تقبروا قلبي. المي مجلدة بس مكيفين بهالشوبات. حلو كتير. حلو يا ماما. ليكو هيدي قد ايه لما زبالة. والله الله يجزيك ألف خير يا هيدي. ليكي. إنك عم تنظف البيئة. كلها شغلات سخيفة. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على كل حدا بيجي بيرمي اوساخ. في زبالة هون ما طلعوا كيس. بس انه ليش؟ هيك أذى. الناس بتحب تأذي. بعض الناس ما كلنا. نحن نيجي نستمتع هون نترك المحل نظيف تيجي غيرنا كمان ينبسط. معك حق. ها؟ اي والله الله يسلم دياتك ويجزيك ألف خير، مقابل هالعمل الأكثر من رائع. بسم الله. وعلى بركة الله حضرتك. هولي كمان تحمصوا. عشان ناخذ كل الحرارة بمقلة. بالله على بركة الله. ايه دخنتها بتسعل. حقك والله حقك. يا الرحمن الرحيم. هيدي السماق. فرجينا السماقات يلي من شجراتها لأم حسين. تبارك الرحمن. شايفين؟ هيدا إذا حدا معه سهل يصف هيك كمشة بأمر الله ما بيقعد معه السماق. والله؟ ايه بسم الله. شفتين كيف انحمل ما شاء الله؟ شو كم لون صار؟ لون 2 3 4. هيدا اللي بيحطوه بالمحلات ما بيعطوكي من هيدا سماق. اعوذ بالله كله مغشوش. قشر برغل. قشر برغل؟ قشر برغل وصبغه. وصبغه. وملح ليمون مشان يعطوكي الحموضه. الله لا يسامحهم. ايه هيك بيعملوا منه انت. هيدا هيدا الحقيقي. بغشوا الناس. ايه. حرام عن جد حرام، ما بجوز من الله. طيب. هلا اهلي بيعرفوا اللي بجوز ما بجوز، بيعرفوا انه بدهم يعيشوا بدهم هلا اللي بيعيش بالحرام. بالعكس يلي ببيع بضمير الله ببارك له برزقه. اه اكيد 100% والله صحيح. شوفوا بلش يبين معالم الزعتر، معالم الخلطه ببعضها. اي والله لسه عنا الا الملحوت. اي اكيد جهزوا اكلاتنا ان شاء الله. يعني اوعى تعملوا الزعتر بدون الملح. بينتزع. بسم الله وعلى بركه الله. فيكم تحطوا اذا بدكم يا صحي ملح الهيمالايا، ملح الخشن تطحنوه، يعني الملح اللي بدكم اياه.
زعترات ونقيش الكشك مع البصل والبنادورة. خلصنا الزعتر، جينا نتمشى شوي نشوف ارضيات ام حسين تبع التفاح. شايفين اسم الله التفاح طلع، الله يبارك. بس هذا ما بيتقطف هلا، لسه بده شوي. ما احلى التمشيه هون. ليكو ام حسين وين طالعه؟ طلعت حوشت الخوخات، خوخ تفاح. انا فرجيتن على التفاحات يلي هون يا ام حسين، بس قلت لهم ما خارج الحواش. لا سمح لنا، بس هلا بتاكلي هيك لوحدهم هيك. لك الله يعطيكي الف عافيه. هلا هي انتم شايفين على هيدا الطريق، بس هي كانت فوق فوق فوق. يلا رح اطلع اخد عنك الاغراض. شايفين شو منزلي معه؟ شو معبيه بالسطل الاورانج؟ تعال شوفي اشفيه وجاي احكي مالك. خوخ وتفاح. خوخ وتفاح. اصفر واحمر وتفاح. اسم الله. جلدن وامريكانا. شو هي اخر شيء؟ جلدن يا تفاح ابيض، تفاح امريكانا. اها. وخوخ اصفر. خوخ اصفر واحمر. كل ما لذ وطاب. هذا الجالون ليه كان معك فوق يا ام حسين؟ هذا في شجره صغيره واخذت له جالون مي صغيره. لك الله يجزيكي الف خير. عمي هي ام حسين ملاك ملاك، طلعت معها جالون مي على اخر الجبل مشان تسقي شجره صغيره. شجره صغيره بتشهد لنا يوم القيامه ان شاء الله. ايه والله بتشهد لك يوم القيامه باذن الله. شوفي ايش معي بالجعبة، نقي واختاري وكلها. كيف بدي اطلع انا؟ انا هيدي دايكي لشدك. بسم الله. ادخلي قوي قلبك. يا رب. تبارك الرحمن. هسه بحشي تحت بتلاقي اشياء احلى واحلى. هيدا بيقولوا له امريكانا. ما شاء الله. هذا طيب ودوقي حبي شوي. الله يبارك. وهذا بيقولوا جلدون التفاح الابيض. هذا جلدون؟ اي. وهذا هلا شوفي لجوا ايش بتلاقي هسه كمان. بسم الله. بسم الله ويا رب ما يكبوا. ليك. هذه قرطية قرش قرش. ما شاء الله وهيدي طرية. يلا انا هسه عندي جلدون لحصي وارجع لعندك. الله يجزيكي الف خير. بطلع معك بساعدك؟ في لنا هالجلدون بديش اسقيه واجا. يلا. أقولكم شو طعمتها هاي؟ تندوقة. قطر 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 مصفى. سبحان الخلاق العظيم. هيدي مغارة أم حسين. هلا أم حسين يحذركن وين؟ فوق بآخر البستان التفاح اللي فوق. شوي تاني رح اطلع لعندها. ذاكرين هيديك السنة كيف صورت لكم قلب المغارة من جوا؟ لكو كمان في ناس بتجي غرباء بيقعدوا بزتوا اوسخ. شايفين الزوبع الاخضر؟ هيدا هو، هيدا هو الزوبع. هلا على فكرة أم حسين دلتني عليك، كنا ماشيين أنا وياها رايحين على النبع لحتى نرجع نعبي الجالونات مي. الجالونات الفاضيين. فوالله أشارت لي عليهم، أنا بعرفه للزوبع بس هون بالطبيعة لأنه بيكون ضايع بين الحشايش. شايفين كيف بيجي شكله هو وأخضر؟ على فكرة كتير بحسه مشهور بالأردن. بدي أخلي الكاميرا تاخد فوكس. شايفين كيف؟ يا الله عن جد شي بيرد الروح. لا نغسل هاي التفاحة. غسل ايدي. هاي التفاحة امريكانية عادية معصرة. نعم؟ لا لا كل اول.
هاتي بقى الطريق لحالي. ايه لحالي؟ رفقني يا بابا. يا سلام. يا سلام.